برامج التوك شو، الضيوف، السياسيين، الحوارات شهدت تغيرات جذرية. أكيد تغييرات، يعني هلأ تغيير شيء طبيعي بين تطور التغيير، وخاصة ببلد مثل لبنان في تغيير سياسي عم بيواكب، يعني عم بيكون هو الأساس بتغيير البرامج، وعدا عن السوشيال ميديا، عن يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي غيرت كتير وصارت هي تقريبا عم بتوجه الإعلام بلبنان. من بعد ما كان الإعلام هو يلي بيتبعوه الناس، صار الإعلام هو عم بيتبع هالناس يلي هن سيطروا على، إذا بدك صار كل الناس عندها إعلام، كل الناس عندها قنوات، مين ما كان في يقول بده إياه، في كتير مواقع بيعطوا الناس فيها رأيهم. بس طبعا بال هيدي يلي ما يسمى حرية صار في فوضى. يعني بالأول ما كان في هيك، بالاول كان انت بتعرف، بالاول كان في تلفزيون واحد من زمان زمان، يعني قبل ما نحن نصير بالاعلام، تلفزيون واحد، اذاعه وحده وطنيه مراقبه موجهه يعني بطريقه كثير انضباطيه. اجت الحرب وبلشوا الاعلام يتنوع ويتوزع، وصار لكل فريق عنده اعلامه، صار في اعلام الحرب. إعلام الحرب له كمان قواعده ونظامه، بس بقي بهداك الوقت رغم هالشي بقي في إذا بدك حرص على المحرمات، بقي في نوع من الأخلاقية، أخلاق إعلامية رغم كل الحرب والأسامي والمعارك والصدامات والمعارك والصدامات. ما كنا طبعا ما شفنا اللي عم نشوفه هلا، ما كان مفروض. حتى لما انا عملت برنامج المباشر، كان اول برنامج مباشر يمكن بالعالم العربي بالسياسه، لما عملت برنامج المباشر الحكي بيناتنا كان مطلوب انه الناس يفوتوا يعطوا رايهم. قلت له لا، ما في يقول للناس افتح لهم التليفون قلهم تفضلوا اعطوا رايكم، لان ممكن واحد يقول شو ما كان وساعتها هو ما بتحمل المسؤوليه، المؤسسه واللي بيقدم البرنامج بتحمل المسؤوليه. مفروض يكون في فلتراج، بيحطوا الخبر، بينكتب الخبر، بنقرا وبنشوف اذا هالسؤال مش الخبر، اذا هالسؤال ممكن انه يطلع على الهواء، لانه بالنتيجه كل كلمه بتقولها عم بتاثر انت على السلم الاهلي، في سلم اجتماعي. ما فيك تترك الدنيا هيك فلتاني، مين ما كان يقول شو ما كان. بس هلا صار مع مين المسؤوليه بتكون؟ بس هلا صار في وسائل التواصل الاجتماعي اللي قلبت الموضوع.